اهلا بيكم وحلقه جديده من حلقات ضد الرجاله، ولكن حلقتنا النهارده حلقه مميزه جدا. وطبعا زي ما انتم عارفين احنا في السيزون ده بنقدر ان احنا نعمل سيرش وندور هل الراجل او شبه الراجل هو ضحيه الست ولا ضحيه بيته. النهارده حلقتنا مميزه جدا، بس قبل ما نبدا حلقتنا ما تنسوش تتابعوني على المنصات اللي هتظهر قدامكم على الشاشه دلوقتي، وما تنسوش اللايك والشير في ضد الرجاله ولكن، ورايكم بيكمل راينا. ونرحب بضيف السيزون دكتور ابراهيم هيكل، استشاري العلاقات الانسانيه والصحه النفسيه. اهلا بك يا دكتور. اهلا بك يا دينا. دكتور ابراهيم، ايه اللي خلى الست اتشرست في الفتره الاخيره؟ يعني انت عارفه انها اتشرست؟ طبعا. يعني هي ما بقتش زي الاول؟ يعني المفروض ان هي ترجع تاني. يا ريت ترجع، لما الراجل يرجع اكيد الست هترجع. طيب خلينا نقول ليه الست اتشرست وليه الادوار اتبدلت. بص انا مش معاك في ان هي اتبدلت، بس ممكن تكون اتساوت شويه. لا هي عاليه قوي، يعني الست يعني الشخصيه والتربيه بتاعتها اتغيرت، حتى السلوك الاجتماعي بتاع المراه في الفتره الاخيره هو تغير. زماما فاكره جدتي وجدتك بتوع زمان كانوا عايشين ازاي مع ازواجهم في البيت؟ كان جدي كان بينزل يروح الشغل، وكانت ستي كانت موجوده في البيت، وابويا وامي حتى هما الاثنين كانوا بيشتغلوا، بس كان كل واحد منوط بعمل معين كان بيشتغل فيه، كانوا مقسمين وكان هو بيشتغل وكانت هي بتشتغل، وكان كل واحد عليه الاعباء وهي كانت عليها الاعباء. انا فاكر ان والدتي ربنا يديها طول العمر والصحه، ان هي كانت بتروح الشغل وبترجع والله ما كانت بتقلع هدومها، وكانت بتقف في المطبخ تخلص الغداء بتاعنا، واخر النهار كانت بتذاكر لنا. يعني كانت بتعمل كل الاعمال المنوطه بيها او اللي هي مسؤوله عنها. وكذلك برضو الاب كان بينزل سوق العمل اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه. انا بس هديكي سؤال، زمان كان بيرجع يقعد وسط عيلته واولاده ويتكلم معاهم ويتكلم معاهم ويضحكوا مع بعض ويتفرجوا على فيلم في التلفزيون ويشرب الشاي مع مراته ويعرف هي عملت ايه في يومها ومشاكل ولاده، صح؟ ده حقيقي. كل واحد فيهم كان قايم بدوره على اكمل وجه زي ما بنقول. طبعا مع اختلاف الخلل ما فيش علاقه كامله، بس مع اختلاف الخلل بس الدنيا كانت احسن من دلوقتي. ايه سبب بقى التحول ده؟ بما ان انا راجل يعني محب جدا للتاريخ، فلما تيجي تقرا كده الراجل على مدار العصور هو رجل يحب المغامرات ويحب العمل وينزل ويغير من كارير شغله اكتر من مره، وبيحب المكسب وبيحب ان هو يخوض تجارب جديده في كل مجالات الحياه. هو ربنا سبحانه وتعالى خلقه كده. ففي الفتره الاخيره في حاجه في المجتمع، في خلل كبير قوي حصل في المجتمع. زي ما انا قلت كده ايه، وانا متمسك بكلمه الادوار اتبدلت، ان الراجل والست بقى كل واحد فيهم بقوا راس في راس بنطالب بالمساواه. الراجل في البيت ما ينفعش يبقى زي الست، ده ليه حاجات بيعملها والست ليها حاجات بتعملها. طب الست بقى دلوقتي بقت بتنزل سوق العمل وبقت بتشتغل زيها زي الراجل وبتكسب زيها زي الراجل، بل بتكسب اكتر من الراجل. زمان لو في خناقه حصلت بين راجل وست الاثنين مع بعض، وهو اللي بيمتلك زمام الامور ويمتلك القوامه، اول حاجه يقول لها ايه؟ كان بيدي قرار، يقول لها لا ما تنزليش ما تروحيش ما تجيش، لان هو اللي معاه الايه؟ معاه الفلوس، معاه القوى الماديه، معاه القوى المعنويه. دلوقتي بقى هي اللي معاها، هي زي زيه، فاول كلمه بتقوله انا زي زيك. انا ما كانتش هي بتصرف عليه اصلا. في ستات بتصرف على رجاله، صح؟ طبعا. كتير جدا. طب وانت ايه رايك في الموضوع ده؟ رايي ان ده مش راجل، شبه راجل. طب انا هسالك، ورايي ان هي غلط ان هي تكمل في علاقه زي. طب انا عايز اسالك سؤال. لو انا مثلا لقيت واحده واتجوزتها لمالها، ده حاجه كويسه ولا وحشه؟ وحش. ليه؟ عشان الراجل اللي بياخد ست عشان مالها بس، انا في وجهه نظري هو مش راجل. وهو ممكن برضو يكون بيحبها، بس المال عنصر من العناصر مثلا في اسباب اختياره لهذه المراه. طب ولما المال يروح؟ ماشي، بس انا عندي مثلا يعني في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال تنكح المراه لاربع، لمالها ونسبها وحسبها الى اخر الحديث، فاصفر بذات الدين تربت يداك. انا قصدي على الحته اللي مالها، يعني انا ممكن اتزوج المراه لفلوسها،
ده حاجه طبيعيه. ايوه اللي بس عشان تصرف عليا. بس لا تصرف عليا دي صعب شويه. طيب انا ما ينفعش ان انا اروح اتجوز واحده وهي اللي معاها كل حاجه وانا بقى انزل باذنها واستاذن منها واقول لها يبقى خلي العصمه في ايديها. بالظبط يعني ما فيش عشان لما ما يعجبهاش تطلق. انا مش مع الحته دي خالص، انا مش مع الحته دي، ولكن انا مع الست اللي بدات تمتلك زمام الامور. بصي الراجل، خلينا نتكلم عن الراجل، الراجل اللي هو بينزل الشغل وبيرجع من الشغل ويتغدى وينام ساعه وينزل الشغل التاني، وممكن كمان في رجاله تنزل الشغل التالت، وحتى لو كان مكسبه قليل عايش بيته عيشه كريمه. المراه السويه هتعرف تقدر الراجل دوت كويس جدا، وبدا ما يكون سقف طموحاتها عالي قوي هتبدا تقلله في ظل امكانيات الرجل اللي معاه. ولو الراجل ما عملش كده، طب لو الست بقى طموحاتها عاليه قوي والراجل نفسه امكانياته كده، بس هو راجل بيشقى وهي مش مقدره اللي هو بيعمله ومش قادر وهي معاها، هنقول على الست هنا ان هي اللي تمتلك زمام وهي اللي تتحكم وبتاع؟ لو هي شخصيه سويه، لا، هو اوريدي بيعمل اللي عليه وبيتعب وبيجتهد وبيشتغل عشان يخلي البيت، مش ناقصه حاجه. الاساسيات زي ما بنقول، هي شوافه، في اجزاء تانية رفاهيه، لو هي حابه تجيبها من فلوسها وهي نوت براحتها، بس ما يجيش يقول لها ايه صريف في البيت زي تدفع في البيت زي الاكل بالنص، الكهرباء بالنص، مش عارفه ايه بالنص، تيجي تطلب منه اكل لاولادها ما انت معاكي فلوس ما تجيبي. ده كده ما خرج بره نطاق الرجوله خلاص، احنا كده مش هي دي، مش اساليب رفاهيه او مش حاجات رفاهيه، دي اساسيات الحياه. الاكل الشرب اللبس بتعملي مشاكل كده كتير. الاكل الشرب اللبس بتصحي كده الستات؟ ما هو في ست في بيوت قايمه كده فعلا. طيب بس خلينا نكون يعني عندنا، بس ده ما يكونش شرط من شروط ان الحياه تكمل بالطريقه دي. لا انا يعني بقى انا ما اقولوش بالنص والربع. تنازل الست هو اللي خلى الراجل يبقى متبجح. ماشي، الراجل الست هتتنازل عن ان هي تكون بتساهم في البيت؟ ده شايفه كده يعني مثلا؟ هيتنازل. ما هي تساهم، ايه المشكله يعني؟ تساهم حاجه وتصرف على البيت زيها زيه حاجه تانية. لا ده مش فرض. وبالامر وبالطريق، يعني انا افرض عليها ده؟ لا هو مش فرض عليها حبيبي، لكن انا هي تشوفني ان انا عامل اللي عليا وزياده وهي حابه تساعدني تتشال على الراس، دي ست بنت اصول، ما نقدرش نتكلم في ده، مش ده اللي بنتكلم فيه. وما بنقولش للست ما تساعدش جوزها ابدا، بس لما الاقي اللي قدامي مش عامل اللي عليه وقاعد ومستنطع ان انا اللي اتعب وانا اللي اصرف وانا اللي اجيب فلوسي واديها له عشان يشرب مخدرات، عشان ينزل يقعد على القهوه او على الكافيه مع اصحابه ويلعب بلاي ستيشن والحياه رفاهيه خالص، وانا اللي شايله الهم والطين والقرف، يبقى ده مش راجل. انا شايف ان ده طبعا ده مش لا يمت للرجوله بصله، وانا بتوافق معاكي في هذا الامر قلبا وقالبا. حلو. يعني انا معاكي في الموضوع دوت. تمام. انا مع الراجل اللي بيحاول مره واثنين وثلاثه. الست لازم تكون شوافه طبعا. دينا لازم الست اكيد لازم تشوف ان الراجل بتاعها فعلا هو بيحاول. ممكن المحاولات طبعا في ظل الظروف الاقتصاديه ومهما وارد. كان الفلوس اللي بتيجي دي بتكفي او ما بتكفيش، هي عندها عين بتشوف بيها طبعا. مدى قدره الرجل ومدى قوته وتحمله ان هو بينزل مره واثنين وثلاثه عشان يبحث عن عمل او بيشتغل في مكان ما بيجيبلوش الا قد كده. انا اؤيدك، لازم تكون الحته ديت، لازم تكون الحته دي عندها طبعا. فهنا بقى انا هساهم وهيبقى ايه، هي شواف عشان المركب تمشي والدنيا تمشي. صح. انما زي ما انت بتقولي الراجل اللي بيستنطع على مراته ان هي تصرف عليه او بيستنطع عليها وهو قاعد في البيت وسايب المركب. انا عايز اقول لك على حاجه كمان، ده في رجاله سايبين الست هي اللي تودي المدارس، وسايبين الست هي طبعا. اللي تودي الدروس، وهي اللي تودي النوادي، وهي اللي بتعمل كل حاجه، وكمان بيطالبها كمان انها تنزل تشتغل، تعمل اكل وشكلها يبقى حلو وتدلعه وتاخد بالها منه وترقص له وكل حاجه. لا ويروح يخونها كمان مع واحده ثانيه، يعني ده كله كمان ممكن يروح يعمل لها يعمل كل الكلام ده كله. طبعا انا مش مع الصنف ده من الرجاله، ده صنف اعتمادي بطريقه اساسيه، صنف معلي قوي استحقاقاته اللي هي اصلا المفروض ان هو ما ياخدهاش. يعني هو مش عشان انت راجل فانت بقى تحمل الست كل الاعباء دي كلها، اعتقد ان ده حاجه مش طبيعيه. دكتور ابراهيم، الست اتشرست بسبب ان طاقه ذكوره الراجل قلت، ما بقاش ذكر، ما بقاش راجل قادر يملى عينيها، ما بقاش راجل قادر يصرف عليها، ما بقاش راجل قادر يحتويها، ما بقاش راجل قادر يشيل مسؤوليتها ومسؤوليه بيتها واولادها. خلينا نحط كل كلمه في الحته الصحيحه بتاعتها. كلامك تقيل تقيل وبيوجع.
قوي وبيوجع الراجل الوحش، بس الراجل الحلو مش هيتوجع، الراجل السوي مش هيتوجع، الراجل اللي بيحاول مش هيتوجع، الراجل اللي بيفكر الراجل السوي مش هيتوجع، الراجل الكويس مش هيتوجع، الراجل اللي بجد مش هيتوجع، الراجل اللي ملوش لازمه الشبه راجل هو اللي هيتوجع من كلامنا وهيبقى جاله على الجرح بالظبط، هو ده، وهيبدا ان هو يشتم فينا زي ما بيحصل. جرب كده، جرب. بصي انا دايما عندي دايما في حته كده واحنا كنا بنتكلم فيها قريب، ان وان ليس الانسان الا ما سعى، اسعى بس كده والرزق هيجي لك. دايما كده في مقوله كده بقعد مع اصدقائي، وسع يا عبد الله، وسع معاك، الفلوس هتيجي هتيجي، بس انت انزل اسعى، اكيد انزل بس اتحرك من مكانك كده وانزل خد بس الطريق كده، والله هتيجي. واسال اللي قبلي واللي قبلك واللي قبلك واللي حواليك، بس انت اتحرك من مكانك، انت ما تبقاش قاعد في مكانك. والله انا واحده بتبيع في خضار في السوق، بتقعد في السوق وبتبيع الطماطم وخيار، وانا دايما معتاد ان انا دايما ايه اقول ايه، لا دي واحده بتشقى وبتنزل وبتكسب، لا زود. وانا بنصح الناس انها تقف مع الستات الحلوه دي، وبتبقى ليها دعوه حلوه، بيبقى لها سمت حلو وشكل حلو، فانا بتكلم معاها فبقول لها طب يعني مين العائل في البيت؟ هي اللي بتعلم ولادها، هي اللي بتصرف عليهم، هي اللي بتنزل من الفجر لحد اخر النهار، هي اللي بتعمل كل حاجه، بل وهي اللي بتجوز ولادها. طب فين العائل اللي موجود في البيت؟ احيانا بيكون العائل توفاه الله وهي شالت المسؤوليه، بس احيانا بقى يكون الراجل اصلا قاعد في البيت جايب الشيشه بتاعته وقاعد يشرب ويتفرج على الماتشات ويتفرج على كذا وكذا، وفي الاخر ده انا ده راجل؟ هل ده يموت؟ هو شكله ايه اصلا قدام ولاده؟ هو شكله ايه قدامها لما هي تنزل؟ هو ده اقل صفه من صفات الرجوله ان انت تنزل يا اخي اقعد معاه سليها حتى وهي بتعمل حاجه زي دي. بل يعني ده لا ده انا اتوافق معاك في الحته دي. التواكل والتوكل طبعا. طيب الست خدي نفسك، خدي نفس قوي. الست طاقه ذكورتها عليت قوي في الفتره الاخيره شرسك. عشان تتناسب مع المجتمع الذكوري اللي احنا عايشين فيه وتقدر ان هي تعيش فيه. الكلام ده من وجهه نظرك صح ولا غلط؟ ده حصل بالفعل في الفتره الاخيره، لان الست فعلا المفروض ان هي ربنا خلقها عشان حاجه معينه تدلع وتقعد تدلع يعني وتلاقي راجل فعلا يصرف عليها، ومش شرط يصرف عليها، يديها مشاعر ويديها حب وحنان وماديات كل حاجه، أكيد كل حاجه. هو منوط بهذا، وهي هي مش بتدلع بس على فكره، ده هي مربيه، ده هي ام في البيت وبتقوم بـ بـ باعمال اكتر بكتير من اللي الراجل بيعملها بره، من ضمن من اول بتبدا من اول الزواج والحمل والولاده حاجات لا والطبخ والغسيل لا يطيقها الرجل. طيب اما الراجل بقى يسيب كل المسؤوليات دي ويقوم واخد بعضه كده وخالع ويسيبها هي تعمل كل حاجه، سواء كان راجل بخيل او وبنصادف، ومعظم المشاكل اللي بتحصل في المحاكم والخلع والطلاق والحاجات دي كلها يقول لك ما بيصرفش عليا، بيخلع بعد مثلا ما انا الخلاف بيني وبينك يا دينا، الولاد بيبقى ايه ذنبهم ان انا ادخلهم في القصه وبيتعاقبوا واعاقبهم طب الست هتعمل ايه؟ ما هي لازم بقى تنزل وتصرف، ما هي شايفه ولادها متعرضين للحرمان، هتقابل وهي في الشغل هتقابل واحد هيضايقها، واحد هيعاكسها، واحد هيقول لها كلمه حلوه، واحد هيطبطب، واحد هيبص لها بعينيه. فهي لازم تعمل ايه؟ لازم تعمل حدود. الحدود دي بتبدا تعليها كل يوم اكتر من التاني، بتخلي طاقه الذكوره بتاعتها تعلى، هتعلي. النهارده واحد جه اتعدى عليها بالايد فقامت معليه الطاقه، لا خد بالك، وهتقوم معليه الطاقه اكتر واكتر واكتر، لدرجه ان انت ممكن تشوفي بقى قد كده راجل قدامك، راجل بيتعامل في كل حاجه، فانقلبت الطاقه بتاعتها من طاقه الانوثه اللي هي اللي ربنا خلقها بيها الى طاقه واحده بقى نزلت سوق العمل، بدات تتكلم باسلوب الرجاله، بدات تقول لها تقعد على كافيهات، بتتكلم بطريقه الرجاله، بتعمل صفقات وهي في الاماكن زيها زي الراجل بالظبط. يعني انا بشوف دلوقتي بقى في مهندسات بتقوم بدور الراجل بالظبط، بيقعدوا بيعملوا عقود العمل المحامين في اماكن عامه وفي مواقع كل حاجه، بقت بتقوم بدور الراجل بالظبط، واحنا ما بقيناش نفرق اصلا مين اللي جاي مش لا ويجي المجتمع يقول لها انت بتلبسي، انت مش عارفه بتعملي، انت السبب في ان هو بيتحرش بيكي، انت السبب الستات في الشوارع، الستات قاعده في الكافيهات، الستات مش عارفه بتكلم رجاله، الستات الستات الستات. بعد كل ده بصي خلينا نقول برضو ان احنا مجتمع شرقي، مجتمع
رجولي ذكوري زي ما انت قلتي. احنا مجتمع ذكوري متعفن. لا ما تقوليش متعفن، هو متعفن ده لا. فكر متعفن. لا. لما لا. شوف انا نموذج واثنين وثلاثة واربعة حواليا، الست بتعتمد على نفسها، بتنزل وبتشتغل بتعمل صفقات وبتقعد مع رجالة اكتر من الستات عشان تعمل معهم صفقات وشغل وقاعدة باحترامها وبأدبها. هل كل ده واحكم عليها عشان لبسها ولا عشان قاعدة بتشرب شيشة ولا عشان قاعدة في وسط رجالة؟ يبقى انا عندي فكر متعفن. لا خلينا نقول برضو ان في ستات مزودها حبتين ثلاثة. لا الستات العاهرة دول نركنهم عشان نتكلمنا عنهم. لا هنتكلم. لا لا والله حاجة. بتبقى ست سوية وبتشتغل في مكان محترم وهي نازلة تقول لجوزها انا نازلة قابل فلان مثلا عشان شغل. هو ممكن يكون على الشخص ده بالنسبة لجوزها هو علامة استفهام، هو مش عايزها تنزل مع الشخص ده تحديدا. يعني ايه؟ ما ممكن الشخص ده عليه علامة استفهام بالنسبة له، يروح معاها. يروح معاها هي؟ مش هترضى. ليه مش هترضى؟ ممكن ما ترضاش. ليه؟ يا ستي ايه اللي يخليه يقبل بقى؟ السؤال ده ايه اللي يخليه لو هو اللي واخد قوامة البيت وراجل بجد وبيصرف على البيت وكسر عينها زي ما بنقول. طب العكس ايه اللي يخليه يقبل؟ افرض هي اللي بتصرف، ايه اللي افرض هما الاثنين بيصرفوا مع بعض. تمام، هي بتصرف وده مصدر الرزق بتاعها ومصدر الدخل بتاعها. الراجل ده يعني انا هقولك على موقف حصل معايا. خلاص حبيبي انت تليفون اشتغل وقول تليفون. ايوه حبيبي انا نازله مع فلان وهنسافر مع بعض في العربيه عشان احنا عندنا شغل اول دور الشغل بتاعنا. فهو قال لها انا في تحفظ على فلان لان حصل معاه واحد اتنين تلاته وسلوكياته مش مظبوطه، فما ينفعش يا ستي تركبوا مع بعض العربيه مع بعض. ازاي؟ شدوا مع بعض الاتنين، طلقني. قال لها انت طالق. ليه؟ قالت له انا هركب معاه، انت ما انتش راجل، ولو انت راجل طلقني. قال لها طب انت طالق. ايه رايك في الموقف ده؟ قولي لي انت بقى. غلط. الست هنا ايه؟ غلط. ليه غلط؟ غلط. ليه غلط؟ اولا غلط لان جوزها ما وافقش ان هي تسافر مع راجل. ما هي اتشرست اهي. ثواني بس، ده موقف. هو عمل لها اكتر من اللي انا بتكلم عليه. عمل لها اكتر من ثانيا. هي مش رايحه تعمل حاجه غلط يا دينا، هي مش رايحه تعمل حاجه غلط، ده رايحه شغل. ايوه ما هو انت بتقولي دلوقتي أوكي. تنزل وتقعد أوكي. في كافيهات وتشرب شيشه خلاص. وتعمل كل الكلام ده. انت هتاخدي ثواني بس. لا ثواني بس، انت هتاخدي من الشغل ده كام؟ 5000. ارجعي بيتك وانا هديكي 5000. اقعدي يعني هما الفلوس هي اللي هتحل المشكله؟ الله، مش هي راح تشتغل عشان البيت؟ انت بتقول هي شايله نص البيت ودراعه مثلا عشان يعني هما الاثنين بيكملوا بعض في البيت. لا انت ده انت كده. لا يعني انت بتسخني كده يا ست ان هي تنزل. ثانيا في بند تاني، هو ما عندوش ثقه فيها. لا هي مش موضوع ثقة، هو عنده تحفظ ان فلان وفلانة دول لو راحوا مع بعض في مكان الكلام ممكن يتقال اكتر او ممكن يتقال عليها. هي الست على فكرة ما بتشوفش نفس نظر الراجل، مش شايفة. هو مش واثق فيها؟ هو واثق فيها وكل حاجة. طيب هل في ست ولو مش واثق فيها؟ وعلى فكرة هي كمان هل في ست راجل يا دينا هي اللي قالت له؟ دينا هي اللي قالت له. طيب يعني صريحة معاه، يعني صريحة معاه يعني وبتقول له حاجة. بالظبط، يعني هي لو عايزة تعمل حاجة زي دي هتعمل ايه؟ هتعمل من وراه. انا وجهة نظري ان الموقف ده الاثنين غلط. ليه الاثنين غلط؟ ما هو الراجل قال لها اداها اكتر من اوبشن، قال لها روحوا باوبر، روحي مع سواق تاكسي، روحوا مع كذا، قال لهم هاجي انا معاكم، عرض عليها الثلاث مواقف وهي قالت له لا انا هعمل اللي انا بقول لك عليه ولو انت راجل. هي هنا غلط. بصي ده الغلط بقى بتاعها. ما هو العند التشريس ده، ما هو اللي انت بتقوليه ده بيخلي الست ايه اللي بيحصل لها؟ ده عنده نديه بتتشرس اكتر على الراجل. يا ابراهيم ثواني، ده مش تشرس، ده عنده نديه. في فرق، والعند والنديه دي موجوده من قديم الازل على فكره عند الست. والنديه موجوده في ستات طبيعتها لما بتتامر بتعند. ما هي كل ست، واتفقنا لما كنا بنتكلم انا وانت في الكواليس، كل ست ليها مفتاح. لو الراجل اللي قدامي مش عارف مفاتيحي مش هيعرف يتعامل معايا، العيشه هتبقى صعبه. حلو. زي ما كل راجل ليه مفاتيح. تمام. زي ما انا بحترم ان انت ما بتحبش واحد اتنين تلاته اربعه في طبعك وبيخليك تتحول وتبقى شخص وحش او تشتم او تتعصب او 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 او، وارجع اقول لك انت الغلطان مع ان انا اللي اديت الى ده، لازم هو كمان يحترم ان هي ممكن واحد اتنين تلاته بيخليها تعند وتتصرف عكس، فما يجيش في موقف خلاف ويعمل الحاجه اللي عارف ان هي لو عملها هتتصرف عكس ولا انت الغلطانه. لازم يبقى في توازن. طيب ايه رايك في واحده انا وانا جاي في القطر وراكب، ففي واحده بتكلم واضح ان هو يعني حد قريب منها، ممكن يكون زوج او حد، فبتقول له في التليفون، بتقول له انا وانا انت مالكش لازمه، انت كذا كذا كذا، انت ما انتش راجل، انت لو راجل وقعدت ايه يعني بتقلل من طبعا. وقفلت التليفون وبدات تتكلم بقى في اصحابها، مش انا قلت له كذا 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 كذا. التشريس ده اللي بيحصل من الست وتقعد تحكي لاصحابها وبعد كده. سؤال تاني في اللي انت بتقوله،
انت تعرف ان هو راجل او لا؟ ما انا ماليش دعوه بالموقف. انت ماليش دعوه، ماليش دعوه. انه هو فعلا مش راجل اصلا، وممكن يكون هي بتعمل كده نوع من انواع حاجه تانية. الراجل اللي يسمع الكلمتين دول ويسكت ما يبقاش راجل، يبقى على راسه بطحه. ما هتعلي بقى معايا بعد كده، تعلي بقى. ما هو يعني لما تضربه بالقلم بعد كده، هو انت مش عارفه ان في رجاله، في ستات بتضرب. انا اللي نزلت عن رجولتي من البدايه، يبقى اجي طالب بيها في مواقف معينه. طب انت عايزه توصلي الست للمرحله دي؟ لا. امال ايه بقى؟ الست اللي تلاقي راجل زي ده ما تعيش معاه الا لو كان الست غير سويه، نقطه. غير سويه طبعا. تمام. يعني الست اللي تتشرس بزياده قوي دي، دي حد مش 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 سوي. ما هو اللي خلاها تتشرس ان هي اتحطت في علاقه مش سويه، نزلت سوق العمل. طيب هو دلوقتي مثلا ساب شغله، او قدر افرض مثلا مش قادر يشتغل، او عنده مشكله نفسيه مش قادر يشتغل، وهي اللي بقى بتصرف على البيت. يتعالج. وهي اللي ايه؟ يتعالج. ما هو بيتعالج. يتعالج. بتقوم قايله بقى الكلام دوت؟ صحيه يتعالج. يبقى نحط بقى رولز للموضوع. لا لازم يبقى ليها. بص، هي محكومه برولز. انا اولا ضد اي ست ان هي تهين جوزها ايا كان السبب وايا كان البند. لو هو فعلا راجل بجد ده غلط، ما ينفعش الست تتطول على جوزها. ثانيا، ما ينفعش الراجل يتطول على الست بتاعته قدام اهلها او قدام اهله او قدام اصحابها او حتى لو في خلاف بينهم، يبقى بينهم هما الاثنين، ما يتقفل عليهم بابهم. تمام. الاثنين انا ضدهم. نمبر 2، الراجل اللي مش بجد، اللي اتنزل عن رجولته وما بقاش يمتلك القوامه في البيت، ولا بيصرف على البيت، ولا يتعب، ولا يعمل اللي عليه، ده ادعى بقى يخلي الست تنزل تلبس اللي هي عايزاه وتقعد على كافيهات والكلام ده، ويجي يحط نفسه حاكم على ست هي اللي بتصرف على البيت. لا حبيبي، ما انت اديتها دور الرجوله، فما ينفعش تحكم عليها. مش معنى كده ان هي صح، لا، معنى كده ان العلاقه دي غير صحيه وما ينفعش تكمل. طب لكن انا، بص يا ابراهيم، انا هشرح لك حاجه. انا دلوقتي اتنزلت عن حقي في الميراث، صح؟ واللي قدامي خد الفلوس وحطها في جيبه، اجي اقول لا ده هو طمع. ما انا اللي اتنزلت عن حقي اصلا من البدايه. تمام. طيب انت اتنزلت عن حقك، فما ينفعش تطالب بيه في موقف واحد. لا، يا تاخد حقك كامل ويبقى ليك كل الحقوق، يا اما مالكش الحق ان انت تلوم وتعاتب. طب ما نخلي الست اللي نازله تقعد على كافيه، ونازله تعمل صفقه، او نازله قاعده مع اصحابها، ما تقعد بالادب وتقعد بالاخلاق. تقعد بالادب طبعا. صح ولا طبعًا. لا يعني انا، هل انت بتشوفي المجتمع او الست اللي اتشرست وبقت تشتغل وبقى لها دخل وبقى لها كيان، ما لازم تحافظ بقى على نفسها لما تنزل في مجتمع تبقى عارفه ان احنا في مجتمع شرقي؟ ما احنا كده في تناقض يا ابراهيم. احنا ليه بنقول ان طاقه ذكورتها عليت؟ ما هي طاقه ذكورتها عليت، ما بقاش فيها انوثه، يبقى ازاي هتقف تتدلع؟ مش لوجيك برضو. لا، ما هي بتنزل بقى بالليل. والله في ستات بتنزل بقى بالليل وتتدلع وتنزل عادي. على فكره انا ممكن تنزل، بس تنزل مع صاحباتها وتنزل في اطار اللي هو ايه. وخلي بالك، طب افرض هو فقد، هو راجل ما بيصرفش وهي اللي بتصرف في البيت. انا هنزل النهارده، فهو قال لها لا ما انتش نازله. قالت له نعم. انت هتقول لي راحه فين وجايه منين؟ مش في ستات بتعمل كده؟ قولي في ولا لا. في ستات. ايه رايك في الست دي؟ غلط. ليه؟ غلط. يعني هي هنا بقى طالما انا في علاقه، ايا كانت مسمى العلاقه، هو جوزي، هو خطيبي، هو شخص مرتبط بيه، يبقى لازم احترم الطرف الاخر، لازم يبقى فيه احترام. مفيش حد فينا يعمل حاجه غصب عنه. ما هي اللي تصرف على البيت بقى. طب ما هي تغني وترد على نفسك. طيب ما هي بتصرف على البيت، تنزل بقى وتروح زي ما هي عايزه بقى. في ستات بتعمل كده. مين اللي المفروض يصرف على البيت؟ ما هو اتقلبت الايه يا ستي. اتقلبت الايه، يبقى هو راجل مش راجل اساسا، زي ما بنقول شبه راجل. يعني ما يكملوش العلاقه احسن؟ احسن احسن، يا ريت. طبعا. عشان كده علاقه زي دي غير سويه. هسالك سؤال مهم جدا. قولي. عشان نخرج من الجزء ده. امتى اقول ان انا في علاقه صحيه او علاقه سويه؟ من وجهه نظر استشاري علاقات انسانيه وصحه نفسيه. عايزين نقول للناس امتى تحس ان الست او الراجل ان هم في علاقه نفسيه وعلاقه سويه. انا اتقدمت لواحده واتجوزتها وبدانا مع بعض الحياه. بالبدايه كل واحد شاف فينا بمزاياه بعيوبه بسلطاته بكل حاجه فيه. تمام. واحنا ماشيين في الطريق بتاعنا اللي هو الطريق بتاعنا اللي احنا هنمشي فيه، او ارتضينا ان احنا نمشي فيه مع بعض. واحنا ماشيين احيانا بيحصل ضربات في النص. اكيد. انا باخد بايدك وانت بتاخد بايدي، دي علاقه سويه. انا وقعت شويه وطولت سنه، ازود معاه سنه واقف معاه شويه واثنين وثلاثه واربعه، دي اسمها العلاقه السويه. ان احنا الاثنين واقفين مع بعض جنب بجنب، اللي يقع فينا بيسند التاني وياخد بايده ويقومه. تقصد التوازن في العطاء؟
الاثنين هي عامله زي بص عارفه توازن في العطاء. لعبتي قبل لعبتي قبل كده بينج بونج؟ لعبتي قبل كده؟ انت بتمسكي مضرب وانا معايا مضرب في كوره في النص بنرد. طب تخيلي كده لو واحد بقى هو اللي ماسك المضرب وبيروح يلف في الترابيزه وهو اللي بيلعب رايح جاي لوحده، فين العلاقه هنا؟ واحد قاعد في البيت بقى هو اللي قاعد بيلعب وهو اللي بيعمل كل، هيشقى بجد. يبقى التوازن في العطاء. هو ربنا خلقنا كده، خلق الذكر وخلق الانثى عشان هما الاثنين يكملوا بعض. يبقى كده انت بتقصد التوازن في العطاء مظبوط. ده علامه، ده علامه من العلامات الصحيحه. العلامه الثانيه، العلامه الثانيه لازم نكون مؤمنين ان الاجيال اللي فاتت بقت متغيره عن الاجيال ديت، فبقت الراجل والست هما الاثنين بقوا بيصنعوا مستقبلهم ومستقبل عيالهم اكتر. كان زمان ما كانش في مدارس خاصه، ما كانش في كليات خاصه، ما كانش في موبايلات، ما كانش في سوشيال ميديا. التطلعات والافكار وانا عايز اعيش في فيلا وعايش في كومباوند وعايز اعيش وعايز اعيش كل الكلام ده. طب نحط ايدينا في ايد بعض ونبدا نكمل مع بعض. ممكن هي تكون عندها احلام اكبر بكتير من البطه البلدي اللي معاها اللي ماشيين مع بعض في الطريق بتاعهم، فيبدا يقول انا نفسي ونفسي ونفسي. هو ايه؟ ما هو نفسه ينزل يقعد اخر النهار مع اصحابه على القهوه، وده ده قمه طموحاته كلها. هنا بقى بيحصل ايه بقى؟ بيحصل كده تقعد بقى هي واحده واحده انصحيه واحده واحده، نفسي ونفسنا ونفسنا نحقق، واولادنا نفسنا ندخلهم مدارس كويسه ونفسنا نعلي مع بعض. ما اسمعش الكلام، اشتغل انت لوحدك لحد ما يشوفك وانت شغاله، والله العظيم هيلاقيكي وانت بتشتغلي هيبدا يشتغل معاكي. او مع بعض لو هو سوي، لو هو عجبه الفكره، لو عجبه الفكره ان هو ما خلاص بقى خلاص اكس وحش، اكس اهرب وحش اهرب بجد اهرابي. والله انا بصي انت طاقتك حلوه وانا طاقتي حلوه، احنا الاثنين هنجري وهنسعى وهنغير على بعض وهنحب بعض وهنسافر وهنعمل كل حاجه. واحد فينا طاقته بطه بلدي والتاني طاقته عاليه، واحد فيهم هيشد التاني. يا اما الاثنين يبقوا بط بلدي. انت ساعات بتشوفي زوجين الاثنين بيقعدوا مع بعض في مكان ممكن يقعدوا بالخمس ساعات قاعدين ما حدش فيهم بيتكلم. طاقتهم الاثنين ايه؟ طاقه ما فيش. في اثنين تلاقيهم مهيبرين على طول، يتخانقوا على طول، يسافروا على طول، ينجحوا على طول، يشتغلوا. اللي طاقته افضل بيشد الثاني. طب ليه انا ما اكونش طاقتي افضل؟ وعلى فكره الموضوع بتوع دكاتره الصحه النفسيه عاملين برامج تحفيزيه للناس ان هو ما يبقاش قاعد مكانه، ابدا اتحرك، قوم بدري، ابدا اشتغل على نفسك، ابدا حفز نفسك، ابدا اتخيل صح، فكر صح، اشتغل على نفسك صح، هتلاقي نفسك بتنجح. النجاح هيحصل، هيحصل اكيد. النجاح كده كده بصي كده كده الكون كله بيمشي ما بيقفش، واحنا مع طاقة الكون انت بتمشي مع طاقة الكون. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سبق النهار وكلهم في فلك يسبحون. لو الدنيا وقف، عمرك صحيتي من النوم الصبح لقيت الشمس ما طلعتش؟ اكيد لا. بس ممكن تلاقي واحد قاعد نايم لحد الساعه 2 3 4 العصر طبعا، تمام، قالب ليله نهار ونهار ليله. وبعدين وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، والباشا ايه؟ عاكس الدنيا كلها. امشي مع قوانين الكون اللي ربنا ألزمك بيها واشتغل، هتلاقي نفسك ماشي وبتحفز نفسك والدنيا ماشيه. انتوا الاثنين لما تيجي انتوا الاثنين تقوموا مع بعض بدري وتشتغلوا مع بعض بدري وكل يوم فكره جديده، الحياه هتبقى احلى بكتير. انا شايف كده. ميرسي ليك يا دكتور ابراهيم، طبعا مع اختلاف وجهات النظر بس طبعا رايك يحترم في النهايه. وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، وحابه اوجه رساله للستات والرجاله. طاقه الذكوره معناها السند، معناها الدعم، معناها الاعمال، معناها التطوير. طاقه الانوثه معناها الطيبه والحنان والدلع والسند للراجل. اوعي تتنازلي عن طاقه انوثتك تحت اي بند ايا كان او تحت ضغوطات الحياه. حافظي دايما على الجزء الانثوي بتاعك ونميه. الست زي الربيع، الست بتزدهر وبتبقى في احسن حالتها، في احسن حالتها النفسيه لما بتكون حالتها النفسيه كويسه، لما بتكون انوثتها معززه مكرمه زي الربيع كده. خلينا نقول ان الست بتبدا انوثتها تتفتح في الربيع، وبتبدا انوثتها الحقيقيه تزيد في فصل الصيف، وده بيبقى نابع من طاقه الشمس، لان الست هي الكون. انت كست انت كل الكون وانت جمال الكون. استنوني في الحلقه. استني الراجل بقى، انت نصحت الست وقفتي عند الراجل ولا عشان الحلقه ضد الرجاله فمش عايزه تقولي بقى حاجه للرجاله؟ طبعا احب ان انا اقول للرجاله، انت جواك كوامن ربنا سبحانه وتعالى خلقك بيها، انت فيك طاقه هو ربنا خلقك بيها. ربنا اداك مخ مش عشان تخليه قاعد ونايم، شغله، هو ربنا خلقه كده، خلقه عشان يشتغل ويعمل ويجد ويدخل مغامرات ويعمل علاقات. مش قصدي علاقات محرمه، انا قصدي علاقات
جديدة وتقدر تبني نفسك وتقدر كل يوم تحقق نجاح ونجاح ونجاح بزيادة. خلي عندك دايما تبقى عارف ان انت لك حقوق وعليك واجبات. حقوقك لما تاخدها من المرأة بتاعتك هتاخدها بجد. ولو انت حسيت ان شريكتك في الحياة بدأت تيجي عليك او بدأت عندك، اطلب قول لها انا مش بحب كده، انا مش عاوز كده، انا عاوز المركب تمشي كده، انا بحبها كده. والله كل حاجة هتبقى حلوة. وانا بوجه رسالة للرجل زي ما انت بتقولي ان هو المرأة هي الربيع، الرجل برضه هو كمان ربيع، وهو الخريف وهو الصيف وهو الشتاء. ربنا خلقه علشان يقدر يستحمل الكون كله بجميع تقلباته وجميع تغيراته. ولازم يكون مؤمن ان هي المرأة هو الكائن الضعيف وهو الكائن الاقوى. والضعف هنا مش معناه ان انت ضعيفة، لا، هو الضعف هنا ربنا خلق الضعف ده قوة للرجل وسند للرجل زي ما انت قلتي. الحوار هو لغة التواصل بين اي علاقة بين اتنين، راجل وست. بالحوار نقدر نحل، نقدر نجدد، نقدر نحب، نقدر نكمل. استنونا في الحلقة الجاية من ضد الرجالة ولكن